فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك، ولا بأس أبي أن يوسع له في مجلسه. لا شك أن توقير الكبير من المسلمين أنه مشروع. نعم. توقير الكبير من المسلمين للشيبة يعني الكبير. وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فتوقير للشيبة المسلم هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ولكن ليس من توقير الكبير أو غيره القيام له، فإن القيام له من باب الإجلال والتعظيم هذا منهي عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم. نعم. قال: ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. ولا بأس إذا دخل والمجلس ممتلي أن يوسع له في مجلسه، لكن لا يقوم أو يقيم غيره ويجلس مكانه، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. وإذا كان المجلس قد ضاق فإنهم يتفسحون لأخيهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم. قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة. وكذلك من ما يكرهه الإمام مالك رحمه الله قيام المرأة لزوجها. المهم القيام للشخص لا يجوز، سواء كان زوجا أو كبيرا في السن أو كبيرا في الجاه والمنصب، لا يجوز القيام له من باب الإجلال والاحترام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أصحابه لا يقومون له، لعلمهم بكراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. قال: وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام. نعم، وهذه عادة سيئة، أنهم ينتظرون من يحترمونه ويجلونه، فإذا بدا لهم فإنهم يقومون من باب الإجلال له، وهذا كله منهي عنه، وجاءت أحاديث في النهي عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم. أما القيام لحاجة للسلام عليه، أو القيام لمساعدته في الدخول أو في الجلوس، فهذا لا بأس به، قوله صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه على حمار وكان جريحا، فقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. دل على أن القيام إليه من أجل إعانته أو من أجل السلام عليه أن ذلك لا بأس به، إنما الممنوع القيام المجرد الذي ليس لحاجة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والمعاد والأعاجم، لأن من سنة الأعاجم القيام لمعظميهم، القيام لهم إجلالا لهم، القيام عليهم وهم جالسون، أو القيام لهم إذا أقبلوا أو دخلوا.